كوكو لي في، السلام عليكم. معكم ام جواد، حبيت نجيكم جيتكم اليوم باردون بروسيت. راني ديجا كنت سبقت درت لي بالوفا، دونك التحليه اللي فيها ربعه بياض البيض، وانا بقاو لي من هذوك ربعه بياض البيض بقاو لي ربعه صفار البيض كما راكم تشوفوا فيهم هكذايا. هذوك ربعه صفار البيض قلت واش ندير بهم؟ انا عندي طريقتي، ندير بها لاغوي. هذه تمشي مع الحوت، كي ديروا لاصوب تاع الحوت ديروا الحوت، يقدر يمشي معها شغل مايونيز تاع الحوت. دونك نبداو على بركه الله. لي زانغريديون عندي ربعه هذوك صفار البيض، عندي شويه تاع الثوم، قيس السنه ولا زوج، هي تحب الثوم، تحب بزاف الثوم. عندي هنا البابريكا، دونك فلفل الاحمر، عندي مغرف قهوه بابريكا، دونك فلفل الاحمر، وعندي هنايا زوج مغارف تاع لا موطارد. علاش زوج مغارف تاع لا موطارد؟ باسكو كي تكوني ديري زوج حبات زوج صفار البيض ديري مغرف لا موطارد، كي ديري ربعه ديري زوج، توجور يمشوا بزوج، زوج بوحده. دونك نبداو على بركه الله. دونك نديرو صفار البيض كما راكم تشوفوا فيه، ونسحقوا زيت زيتون وزيت نورمال، ونزيدوا عليه لا موطارد، هذه لا موطارد ديالنا نديروها درك، ونبداو نضربوا فيهم للزوج. كي نبداو نضربوا نديروا شويه زيت زيتون وشويه زيت نورمال، شويه زيت زيتون شويه زيت نورمال، حتى تطلع لنا شغل مايونيز. كي تطلع لنا مايونيز نوري لكم واش نديروا من بعد. بسم الله. رجعت لكم بعد ما طلعت لي دونك لا غوي كما راكم تشوفوا فيه هكذا، طلعت هكا شغل تطلع لك كيما لا مايونيز. طلعيها كيما تطلعي لا مايونيز حتى تشوفيها طلعت، سوف كو في هذه ديري نص زيت زيتون ونص زيت نورمال حتى تشوفيها طلعت. كي تشوفيها طلعت هكذايا نزيدوا لها الثوم، فوالا، نخلطوا شويه، هي تحب الثوم، لاغوي تحب الثوم، نزيد لها الثوم كيما راكم تشوفوا، ونزيد لها البابريكا دونك الفلفل الاحمر، نخلطها مليح، نخلطها بيان بيان، فوالا. وتصبح لنا جاهزة. هذه ديريها في بلارة وحطيها في الفريجيدار، غلقيها مليح وحطيها في الفريجيدار، ما تخسرلكش وما تفسدش. كي تكون عندك الحوت طيبتي لاصوب تاع الحوت، تكوني تانيك درتي سردين حوت مقلي، ولا تقدري تعوض لك المايونيز نورمال، ديريها بالمايونيز هذه، دونك مايونيز تاع الحوت. هذه هي نحطها في طبق التقديم ونولو. فوالا البنات، تجيكم بهذه الطريقة، تجي اون غوي وتجي روعة فرانشمون، تجي بنينة بنينة بنينة. وتقدري دونك ديريها في علبة كيما قلت لك هكذا، في بواطا بلارة كيما هذه، تطحت في الفريجيدار. كي تكون البلارة مغلوقة ما تخافيش منها، تطحت في الفريجيدار، وتقدري تستعمليها كل خطرة، ديري الحوت، تقدري تستعمليها تانيك مع لي فريت تجي بنينة باسكو فيها ريحة الثوم، تجي هايلة هايلة هايلة.
Voilà البنات راني بارطاجيت معكم دونك هاد لا فيديو. كيكون عندكم البيض الاصفر تاع البيض وما تعرفوش واش ديروا به فوالا تقدروا ديروا به حاجات كيما هادوما ما نخسروش والتبذير ماشي مليح. تقدروا تستعملوا به حاجات اللي من بعداتك تقدروا تعطوهم لولادكم ويجو فرانشمون يجو بنان. ما تنساوش تدعموني دونك باللايكات تشاركوا في القناه ديالي وتضغطوا دونك على سر الجرس تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد لي نوتيفيكاسيون واللي جربت ما تنساش تبارطاجي معايا. فوالا سلام.